اهلا وسهلا الاصدقاء والصديقات، كي دايرين؟ بخير. معكم خوكم عزيز في هاد الغربه هادي. كما كتشوفوا الجو تبدل اخوت، كما كتشوفوا الجو تبدل تاع بصح. طاح الثلج البارح، باه يعني الجمعه هاد الليله اللي دازت تاع الجمعه، ما بين الليله ديال الجمعه والسبت طاح الثلج تاع بصح. والله الا طاح الثلج تاع بصح كانوا انونسي انهم دخل 20 سنتيمتر تاع الثلج. وكما تشوفوا راه اللون تبدل الخوت، عقلو كي كانت هاد الجهه هادي كانت مخضره الوان الخريف مع الخريف، والصيف كان داك الخضوريه والغازون كذا. شوف كي ولات الدعوه تبدلت تاع بصح. لو لاك راه يجلي تقلاصة لو لاك، و كما كتشوفو كلشي ولا ابيض. والله الا قبيله كان صوب، مازال ما بداتش البناوات تاع المشتا، مازال لاخاش عندي رونديفو غدا غدا الحد باش نبدل البناوات. والله الا الطونوبيله كتفاتيني الخوت واحد ستوب، الطونوبيله بقات كتباتيني في بلاصتها. الور المهم، والله الا واحد البرد مع هاد مع 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 الثلج، واحد سيدي برد فريمون سي 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 فروا. كما كتشوفوا التكباط ومع ذلك البرد، الشاشيه كاشكو اللي قالت. المهم خصك تكون لابس بحال شي بحال شي دب النوت، ما كان غير لبس قلع لبس قلع. تعرف كيولي واحد 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 الهيت، هذا هو اللي كنحمش انايا في هاد المشتى. اي حاجه تبغي ديرها على براسك تلبس، البس قلع البس قلع، ديري جو الطونوبيل. المهم هذا هو الروتين ديال المشتى الخوت. كنضحك معاكم، هادشي غادي يولي بحال يوميات بحال روتين. ما صافي لا ما فرامي واحد اللي بغى يعيش في كندا، صافي هذا هو الروتين ديال كندا. اللي كتجي المشتا وثاني بدا الفناوات، كيما قلت لكم خص شي واحد يبدل الفناوات لحقاش الى شدوك البوليس كتسوق. المهم الطونوبيله ما عندهاش فناوات تاع المشتا راه عندك بروسي، وكيعطيوك في الاول اين دار خصك تبدل بحال 24 ولا 48. ما الا شافوك ما بدلتهمش قدو يعطيوك بروسي تاع بصح مالح مالح وصالي كما كنقول. وهذا الشيء ما كان الخوت، مشتا راه فيها حوايج ايجابيين وحوايج سلبيين. شو الناس اللي كيديروا هنا السبور ديفير راه كيعجبك كتعجب المشتا، راك عارف حنا غير لي نور افريكان ما عندناش معاه، ما كنديروا لا سبور ديفير لا يحزنون مولفين الشمس. كتجي صافي كتجي هاد القيطه تاع البرد الواحد كي فهمت كيكره كيكره، لا سورتو ما كدير لا سبور ديفير كتبقى غير الدار خدمه الدار خدمه فهمت. مع المشتا طويله هنايا بيني وبينكم، مشتا طويلة الخوت وفهمت، ماشي أن كيطيح الثلج وغادي يدوب وبحال عندنا في البلاد. شي مرات كيطيح الثلج كيدوب صافي سيفيني، كيطيح عاوتاني مرة أخرى كيطيح شوية كيدوب فهمت. هنا نو، هنا غير كيطيح الثلج. شوف الخوت شوف واحد المنظر هنا، منظر زين مع تولوج تحت فوق الاشجار لي سابان، عطات منظر زين. كيما قلت لكم الخوت هنا كطيح كتجي المشتا وكيطيح الثلج سيفيني يقد يدوب، صار ما كيدوبش كله كيبقى كتبقى واحد لاكوش توت لي بار كيبقى. و اللي ماشي مزيان هنا الا جا داك الفيرغلا عاوتاني كيطيح بحال لي
راه ديجا هضرت لكم على هذه القضيه تاع البركه، ندخل هنا نوريكم مالو لاك من الجهه هذه. شوف غنوريكم هنا لو لاك، راح تشوفوه مزيان مورايا، راه مقلاصي مرايا مرايا والله الا كلاص، بصح ما تقدوش تمشاو فوقو. هنا لو لاك، هاد لو لاك راه في المشتى المشتى كتولي نتاع فري مشتى، لا كلاص كيتكلاصا مزيان لو لاك، وخص تولي عنده واحد لي بيسور، هما كيوزنوا داك لي بيسور كي الا ميزور، وغير كتعطيهم واحد لا ميزور لا ميزور ايديال، تما كيعطيو الحق لبنادم يمشي يشتغل لا كيتمشى ولا يدير لو باتان سور كلاص، وكيديروا ميم اون باتينوار سور لو لاك في الوسط لهيه، كيديروا واحد لا باتينوار، كيديروا ميم دي ليميير الضواو باش بنادم اللي بغا يباتيني حتى في الليل، وكيديروا اون اوتر بتيت باتينوار اكوتي دو شالي دي باتينور. من بعد نقد نوريه لكم الى وصلت تما، كيديروا واحد كيديروا اون بتيت باتينوار، الناس اللي ما باغيينش كاين الناس اللي ما كيبغيوش ما كي سو سون با سيكور باش يمشيو سوغ لو لاك، كاين اللي ما كيعجبهمش يمشيو سوغ لو لاك، كيخافوا ولا عندهم شي اون فوبي انه هي ان لو لاك ان لا كلاص ان لا كلاص تهرات ولا شي. شوف الخوت ولا راني بوحدي هنا بحال الحمق، خرجت غير باش ندير لكم فيديو الخوت مع هاد الويكاند ما خدامش، والله الا خرجت غير باش ندير لكم فيديو باش نوريكم هنا الدنيا، الدنيا كي ولات الخوت سبحان مبدل الاحوال، والله الا سبحان الله. غي هادي كلكو سيمين كان خريف، كانوا المهم كان الجو زين، شو كي ولات الدعوة، الدعوة تبدلت تاع بصح. المهم الخوت الناس اللي كيتفرجوا في هاد لي فيديو، باش نعطيكم فكرة كي كتولي كندا، كي كتكون كي كتولي، باش الواحد يجي هنا ما سوغ با سوغبخي، فهمت؟ غتوصل هنا بعد عارف واش كيتسناك، ماشي بحالنا حنايا وصلنا هنايا وما ما عارفين والو، ما كانوا يدير دي فيديو ولا اي حاجة، كنهضر عليا الخوت انا ما كنتش عارف، قلت لكم الصح. والله الا برت صعب الصح الخوت، والله الا السميق هاي السمك تعرف سي لي زيكستريميتان اللي كيبردوا لي مزيان، اصابع تاع الرجلين والاصابع تاع اليدين هما اللي كي هما اللي مقلاصين، عاد داكشي كنبدل قلت لي كنبدل ليا اليد كل مره باش نشد الكاميرا اون باسو، كنصور غير بالتليفون الخوت، والله الا خرجت الكاميرا قبيله الكاميرا باش نصور بها ما كانش لي سباس في لاكارت، غير سمحولي او كنصوركم دابا بالتليفون، التليفون حتى هو يفاد بالزيماج. كما كتشوفوا الدعوه الخوت سي كلاص الثلوجات، والله الله شوف راني في وسط الثلج. المهم مرحبا بكم في كندا الخوت، الواحد ما واحد ما يبقى بوزيتيف، فهمت؟ واحد يبقى بوزيتيف، الناس اللي باغيه تجي هنا لكندا مرحبا بكم، كنهضر على كنعطيكم ديك الشيء فكره وصافي، ماشي باش نيأس الواحد ولا باش واحد ما يجيش هنا، نو نو والله الا كندا زينه الخوت، الواحد خصو غير كما قلت لكم الخوت باش نعكزكم ولا المهم انا كنشجع على الهجره، الناس اللي باغيين يجيو لكندا والله الا مرحبا بكم، كندا زينه تعجبكم، راه فيها ما يدارو اون بلوس، فيها بزاف ديال الحوايج دارو هنايا، كاين الخدمه كاين المهم كاين الواحد اللي كيبغي السفريات راه كاين ما يتشاف، المهم والحياه زينه. المهم الخوت
شغادي نقول لكم، هذا هو اخر تاع الفيديو. المهم بلا ما نطول، كان غير فيديو خفيف ظريف باش نوريكم هنا الدعوه كي ولات. اول بدايه المشتى، المهم اول ماشي عاصفه، ما سيبتي طومبيت، ما سي با غرو، هما لي غروس طومبيت راهم جايين في الطريق. المهم الخط هلأ ليا فروسكوب. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تخليو في حقنا شي كومونتير يكون مزيان. يلاه الخط، تحيه لجميع المغاربه والجزائريين والتونسيين والعرب والافارقه وجميع الناس اللي كيتفرجوا فيا. بالسلامه.